السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع بيحصد يعني رقاب كثير من الدواجن في مصر عندنا. ولو سألت أي واحد بيربي دجاج في شهر 8 و9 وقبل كده برضو 7، ولو في أي حر في أي مكان، اللي هي يا جماعة الطشمة. الطشمة دي يا جماعة يعني أنا قرأت عنها طبعا علشان أستفيد وأقف على إيه هو المرض الطشمة ده يا جماعة. الطشمة دي يا جماعة عبارة عن فيروس بيصيب الرئتين وبيصيب الجزء السفلي من الرئتين، وبيخش يا جماعة على الشعيرات أو الحويصلات الهوائية الدقيقة جدا، وبيأثر فيها تأثير جامد جدا، وبيسموا يا جماعة المرض ده المرض المائي. طبعا في دكتور اتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله بإذن الله، اللي عايز يعني يفهم عنه ويفهم عن العلاجات اللي هي يعني بإذن الله بتجيب نتيجة. طبعا انا رحت جبتها ان شاء الله هوريها لكم، بس برضو يا جماعة الاسامي يعني الاسم بتاع العلاج للأسف هي في كذا انواع كتيرة، فانا قلت للدكتور على علاج للطشمة فجاب لي العلاج دلوقتي، هنشوفه ان شاء الله في يعني ايه اما اخلص الفيديو، بس نتكلم ان شاء الله ونشوف ايه موضوع الطشمة ده. فبقول لكم يا جماعة الخير ان الطشمة ديتي بتيجي ليه زي ما احنا قلنا للجزء السفلي من الرئتين، وبيسموها المرض المائي. ليه بقى؟ لانه بيعمل يا جماعة الخير الفيروس اللي بيصيب الرئتين دوتي او الحويصلات اللي هي الهوائية، بيؤدي لان هي تحصل ايه، يحصل فيها مية كتيرة جدا. المية ديتي طبعا بتبدأ تكتر في قلب الرئتين، توصل بها للمرحلة اللي هو المضاعفة بقى، لان الرئتين بتتسد من المية، وطبعا بيفقد الحيوان روحه بسبب هذه الخنقة بقى، بيتخنق فيها وطبعا بيموت. انا والله انا مات لي 2، يعني مات لي سمنتين، وطبعا لحقت بصراحة يعني انا زي ما انتم شايفين كده، انا كان عندي في كل عين اكتر من مثلا 10 12 سمانة، انا دلوقتي في كل عين 5 سمانات والله. وفيه يعني انا حاطط للعلاجات اهوتي بقالي من امبارح، النهارده تاني يوم، والله المستعان. انا حاسس باذن الله زي ما انتم شايفين يعني واحد او اتنين بكتير هو اللي لسه بيكح في العيون التانية. انا بصور لكم دي عندي تعتبر كان فيها 2 يا جماعة بيعتصم او مش بيعتصم بيكحهم، ولكن الحمد لله انا شايف النتيجة كويسة الحمد لله رب العالمين. طبعا يا جماعة برضو العلاجات غالية جدا يا جماعة، او مش غالية جدا، هي غالية. يعني انا جبت نوعين علاجين تمنهم 25 جنيه، زي ما انتم شايفين السمان اللي هي على اليمين ديتي برضو بتفتح بقها يا جماعة، بمعنى ان هي بتفتح بقها دي واني ان عندها التنفس بتاعها يعني عند مخنوقة عايزة تاخد بتاع بقها عشان تاخد اكبر قدر من الهواء علشان تتنفس. برضو دي من المشاهد اللي ممكن واحد يشوفها وهو بيتابع صحة السمان اللي عنده او الطائر، لما تلاقي السمان بتاعك بيفتح بقه كده على الاخر وياخد هواء، اعرف ان الدنيا هايصة معاك. يعني طبعا برضو من العلامات دي يا جماعة ان تلاقي العين بتاعته بتدمع. طبعا دي برضو يا جماعة يعني هنعرفها ازاي، هتبص في قلب عينه كده هتلاقي العين بتاعته يعني ايه زي ما يكون كده بيعيط وفيها دمعة، وتلاقيها زي ما يكون مبللة من حوالين الريش بتاعها. ده برضو حالة شايفين السمانة بتعمل ازاي، بس طبعا هي الوقت بتفتح شوفين بتعمل ازاي، بس هي طبعا كح عايشة بالكح الوقت خالص. هي الوقت يعني كانت في الحالة ايه الدرجة التانية، كانت في الدرجة الاولى مثلا اليومين اللي فاتوا، والله المستعان يا رب ايه يعني يجيب نتيجة. طبعا الكلام ده يا جماعة العلاج زي ما احنا قلنا العلاج دوتي، يعني انا جبت نوعين من العلاج ب25 جنيه. طيب الكلام ده انا ابدا اعالج السمان امتى؟ لما يكون عندي الحالة لسه مبتدئة ابدا الم نفسي، اجي اروح اجيب العلاج واجي. طيب ده اول حاجة. طيب لو مثلا انا عندي كمية سمان قليلة، يعني مثلا عندي كل الموضوع 10 15 سمانة باخد منهم بيض،
معلش يعني بعد إذنك تذبحهم على طول أحسن لك، وابدأ مشروعك من جديد بكل بساطة، ويبقى إيه كفان الله شر القتال. ال25 جنيه دولي هنجيبهم يعني مثلا في حدود 8 سمانات، سن 15 يوم. تمام. طيب هنقول ايه تاني؟ نبدأ نشوف مثلا بقى ايه، نشوف العلاجات اللي انا جايبها. طبعا يا جماعة انا جبت راجل جاب لي نوع جديد اول مرة اشوفه، اول علبة بتاعته تقريبا الشركة يعني. ده يا جماعة نوع من انواع السيلينيوم. تمام. مكتوب عليه ايه، سيلينيوم 20. والعلاج ده يا جماعة يعني انا بتهيألي ان هو ايه يعني كويس عن العلاج اللي انا كنت بجيبه. تمام. لان لقيت يعني حتى العلاج اللي من جوه شكله مختلف عنه. تمام. ايه العلاج بقى؟ الطمشة بقى اللي احنا بنتكلم عنها ده يا جماعة، اللي هو الازازة دي تمنها 10 جنيه، والسيلينيوم ده كان تمنه 15 جنيه. طبعا العلاج اللي جابه لنا يا جماعة دي جايبه لي من لتر، لذلك انا بقى ايه جاب لي كمية قليلة، لان طبعا علاج الطمشة دي بتبقى مثلا في المزارع الكبيرة، فبينزل اي شركة بتنزل لتر، لان اللتر ده يا دوبك بيتاخد مثلا جرعة، او يعني كل بيتحط مثلا ايه الميت سنتي، الميت سنتي على الميت لتر، وبيتاخد منه على 3 ايام لغاية ما يخلص. فيا دوبك هو ايه الواحد لو عنده مثلا كمية دواجن كبيرة او فراخ بيضة، يا دوبك الازازة بتكفيه، وممكن يشتري كمان واحدة او اتنين. طيب لازم بقى نخلي بالنا يا جماعة الخير من الموضوع ده، لان طبعا بصراحة انا اول مرة اربي سمان. وخلي بالكو برضو السمان الابيض دوتي، يعني انا كنت ربيت سمان اسمر قبل كده اللي هو الياباني، بصراحة ما عمري شفت الطمشة دي. طيب هنقول على حاجة تانية. ده يا جماعة للناس اللي متابعاني دول الجيل، انا طبعا يعني زي ما انتم عارفين ان انا كنت بفقس نفس التربيه، وكنت بفقس لغايه النهارده. انا عندي الجيل السادس او الجيل السابع من نفس القطيع يا جماعه الخير. ده برضو بيفقد الـ 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 بيفقد الـ الطائر المناعه بتاعته. ليه؟ لان طبعا بتبقى سلاله نفس السلاله، فجيناتها يا جماعه بتبقى واحده، حتى التزاوج بتاعها بيبقى ضعيف. وطبعا دي معروف ان الجينات الوراثيه بتضعف كل ما يعني بيبقى من نفس السلاله اللي هي الواحده. فانا قررت باذن الله ان انا اجيب باذن الله رب العالمين سمنتين، او ندخل عليهم بعد الذكور، على ان طبعا عندي كميه الاناث اكتر، فسهل عليا ان انا اجيب ذكور احسن ما اجيب اناث. مع ان انا كنت والله العظيم عايز اذبح كله واجيب قطع من جديد، ف قلت طب ليه اللي اعمل كده؟ طب ما انا اجيب اناث وهي ذكور يعني اللي هي المشكله، فخلاص احنا نحل مشكلتها بان احنا نجيب مثلا ايه 6 ذكور، وعندنا السمان الامهات بتبيض على طول عشان ان شاء الله ناخد منها ونفقس. وكده يا جماعه الخير يبقى ايه ان شاء الله وصلنا لنهايه الفيديو معاكم. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش من دعاكم، احبكم في الله يعني.